أرجوك ما تعطلنيش، أنا صبري خلاص اتعطل والصبر عندي مليش. عاوز عاوز جواباتك خدها، أرجوك ما تعطلنيش، أنا صبري خلاص اتعطل أهلا ما شاء الله امبارح تخرج وصار متعين وكيل نيابي. والله عرض علي سفير بس قلت لهم لسه خليها لابوه لقدام شويه العجل عبين ما يمشي الواحد يطري. الله يرضى عليه ابن جاهر ما رضيش يترك هالبلد، رضع من هالبلد، تعرف شم ترابها شم، شبع شم من البلد، ايديه تشققت في سواهل في سهولها وشوارعها وجبالها، دم ونزف في شوارعها. تتهبل قاعد. ترابها ما ترابها، شو شايفني كنفد انا مدمن تراب؟ من دار لدار بشمشم تراب يا زلمه في الزبايه. شو مالك جنيت انت يا زلمه؟ تتهبلش قدام الناس. انا ابني الحمد لله اتخرج وتعين مشرف في التربيه. عفوا بتجيب ابنك لمكلعات ابو نياب واصله لصرته ليليه؟ ما هو ابنك حرام نحاس، حريك علب فاضيه من الزبايل بلملم مو بيحرك وبيبيح الا مصانع الحديد. زلمه انت مالك؟ انا الوحيد اللي معي بكالوريوس في الوطن العربي، انا وفريد شوقي. بتشبه ابنك خليل حريق النحاس اللي بلم العلب الحديد الفاضي لابني خليل شاهر، ابني الشاهر معه بكالوريوس، فاهم؟ ابني تعين مساعد بالتربيه قد الدنيا. إيه؟ مش حريق نحاس. ابنك بكره محول عندي على النيابه اول متهم بسرق سلوك الكهرباء وبدوبهن زي النحاس، مش مخلي ولا عمود في البلد. اطلع برا. شرفتونا، يلا مع السلامه. يلا ما انتوش قاعده عندنا، يلا هوينا يا حرامي. حرامي الجاج. انصرف. عاوز جواباتك خدها، أرجوك ما تعطلنيش، أنا دمي خلاص اتعكر والصبر عندي مفيش. عاوز جواباتك خدها. طب الليلة بتجيب لتر خروب ونسهر. عاوز جواباتك خدها، أرجوك ما تعطلنيش، بنجيب لتر تمر هندي نصية وربعية. عاوز جواباتك. مين هذا يا أخوك؟ كم شيء بارك. انت بتعرفوا يابا نديري؟ قوم يا زلمه سهل يا زلمه، انت حرام العصير. هوين تمزح العصيرات والعرس مشهور. عاوز يا بابا تصدق ارجوك ما تعطلنيش، انا صغير خلاص تعطل. شو هالحلا استاذ شاهد، تتجوزني؟ كل بنات البلد عينهم عليك، بس انا عارفه رح تخطبني انا. يعني عشان معك شهاده بكالوريوس شايف حالك علينا؟ طب انكلعي انكلعي تويا من هنا، انكلعي كليلات حياه. فشرتن؟ هو ابني بتطلع على اشكالكن؟ ابني زلمه متعلمه مع شهاده قد الدنيا وعنده وظيفه، اكل لا شيء بناخذ بنت رئيس الوزراء، مش انت يا مبربور ويا مجرين لوك؟ والله لحكي لاماتن كليلات الحياه بدكن تربايه. خلاص يما اتركيهن، مش ذنبهن، ذنب الجمال. انا يعني شو اعمل اذا الله خلقني حلو؟ وطك بالله امزح حالي يعني موز، ادير على حالي وجه ميه نار عشان تبطل انت اعجبكن؟ كل بنات البلد كتلين حالهن علي. يا عمي الجمال يما له ثمن، مالك انت؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ كوم يما تخل جيبكم اكلنك في عينيه، صحيح من كليلات حياه ولا لحكي لما ياكن يربوكن؟ قال يما خدهن شي فسرتن. خل يما خش يما يا حبيبي. الو ضحى، امربحي معك. اسمعي يا اختي الشباب طقطقن الله يسعدك، ده جصبه بكره.
ممتاز على الثمانية. يلا سجلي اسمي احجزي لي دور. باي. في زيت سيارات عشارك يا زلمة؟ هدول الشبات هيني قلت لضحى بكرة تصبغ لي. لازمك لأنه صدقت له. بكرة رايحة عليها. وين يا حمار؟ بروح أجيب شهادة. شهادة شو يما؟ تجيب شهادة البكالوريوس اليوم التخرج يابا. أبقعد أقعد بالهبل. أبقعد نخلع يا زلمة. أنت حمار ولا؟ روح أغسل السيارة أحسن لك. يا ابو امبارح غسلت لك اياها وقلت انك تعطيني 5 ليرات وما اعطيتني. جوز خالتي خلاني اغسل سيارته من برا واعطاني 7 ليرات. بتجاوب ابوك كمان يا وكح. طب روح اغسل سياره ابوك بلا مسخره. خلي يجيب الورقه. قال حطتني خماخم بالدار. انا علي العرب. افتح الباب افتح الباب. فطول عليك. زي احلين عم ابو جورج. ألف مبروك التخرج حبيبنا سامر. ألف ألف مبروك. ألف مبروك أبو جورجي مرته اليونانية. شو تيجي أبو مالكيت بدها تطلع قيلة. أهلين أبو جورج. أهلين أبو جورج. أهلين. كيف حالك؟ أهلين يا أختي. أهلين يسعدك. كيف أنتي؟ كيف حالك؟ ألف مبروك. ألف ألف مبروك حبيبنا. ألف مبروك. إن شاء الله عقبال عند الثاني إن شاء الله يا رب. عشو مبروك؟ على التخرج. تخرج اللوح. تخرج سامر. طيب خليني اجيب هديه حبيبنا سامر من برا. ما فيش داعي يا ابو جورج. تغلبش حالك. يا رجل تف من ضمك. هذا واجبنا. بعدين معك. ليش مغلب حالك يا ابو جورج؟ هذا واجبنا يا جماعه الخير. عيب دائما تبقى فيه. جو ذير ذير ذير. جو جو جو. كم تو ذا اندر جراوند تو ذا باركينج. اقعدي. ست. جرب يلا جرب. ايوه خلص. اعطيني شوي على اليمين هيك. نام على اليمين. نام على اليمين. ايوه نام على اليسار. تقدر تنام على اليمين. تقدر تنام على اليسار. تقدر تنام على جنب. تقدر تنام على وجهك كفي. تقدر تنام على وجهك على رجليك. هاي تعرف هاي صنعت خصيصا للخريجين. انظف بضاعه وانظف نوع في السوق. سلم ايديك. خدها جوا يا حبيبي. شوفر جوا. خدها جوا. يلا حبيبي شوفر. انبسط جوا حبيبي. لا ومزويك يعني الكروهات بتسطر. الف مبروك. الف تفضل تفضل ابو جورج. ان شاء الله بالرفاه والبنين حبيبي. تفضل الله يسلمك حبيبي. كيفك ابو جورج؟ مين الشاب؟ هذا ابني ربحي خريج ماجستير له 4 سنين. ارجع على الكراج يا حبيبي. حضرك ابو جورج. نقصنا فرشاتي لان اللي نفضك. امك شافتها للبنات؟ لا يا ولد. امي حكت انها كتير حلوة. طب مين اللي شافت حكت لامك؟ يا ابو خالتي سمية حكت انها كتير حلوة برضه. طب خالتك سمية شافتها للبنات؟ لا يابا. تهاني صاحبة خالتي سمية حكت انها برضو كتير كتير حلوة. وتهاني صاحبة خالتك شافتها للبنات؟ لا يابا. مرت اخوها لتهاني شايفيتها. طب ما مرت اخو تهاني شافتها؟ يابا. ومين اطلع نصرف يا زلمة. اطلع برا هني سابقك. اطلع نصرف. طب كم جيد هي؟ شو كم جيد هي سيارة يابا؟ طبعا اذا عرفها واحد واحد جيد. اذا عرفوها اثنين اثنين جيد. اذا عرفوها 100 يعني كل الاردن عرفيتها معناته شطب. ولا جيد. اطلع نصرف. حاضر يابا. يعني تطلع لا مطور ولا شاصي زي العالم. تطلع مضروبة. الله يرحمك يا دكتور سهيل لما ولدك قال لي هذا الولد راح يطلع معقد. اصلا كل المتعلمين معقدين نفسيا. الحمد لله لما تعلمت معي مترك بس. مين؟ فيش حدا؟ تعال هون. تفضل شو عندك؟ طب على القليل قاعدنا. ما فيش داعي تقعدوا. تفضل احكي شو عندك. خلصني. هذا اب سافل زي البرجلي. احنا باختصار جايين نطلب بنتك اللي مش ولا بد المضروب الشصي لابننا المتعلم في الجامعة خريج بكالوريوس. ما عنديش بنات للزواج. طب اسألها بالأول
بلكي ما هي ميتة على كندرته، اسألها للعوجة. بابا، في واحد خريج معاه شهادة بكالوريوس. ردي احكي لهم، احكي لهم بابا. خريجين الشهادات ما بدي اياهم، الله معكم. سمعت؟ هني صريح، هني صريح. اصلا احنا بنسبش اشكالكو يلي مش ولا بد. هني صريح. على كل حال يا عوجة يلي مش ولا جيد لكل الاردن وفلسطين عرفتك، اصلا انت مضروب ببكاكس، انت فحص بطلعو كيش، زيت بغيرو كيش. يا عوجة يا عوجة، مش احنا اللي بنطلع على اشكالك ولا ايه؟ بره مسرح. أوه. اصلا هذه الحلقة ما كنتش بدي اكتبها، ضايل دقيقة قلت بنعبي وقت. بره وهذا الحلو مش حلو، الشجر اللي عندك هذا حشيش خبيزك كان يطلع لنا بالمخيمات. الحساس اخبرهم يا ابو الفرجين، اخبرهم حق الحساس.